أثار اختبار في مادة التاريخ والجغرافية من أجل الحصول على شهادة الدراسات الابتدائية ضجة كبيرة في الجزائر، لكونه فرض على التلاميذ الجزائريين أن يبرزوا كيف أن استقلال وبناء المغرب الكبير رهين باستقلال الشعب الصحراوي. أصبحنا نعرف أكثر كيف أن النظام العسكري الجزائري يعمل على زرع الكراهية في أذهان التلاميذ الجزائريين الأبرياء. ففي اختبار في مادة التاريخ والجغرافية من أجل الحصول على شهادة الدراسات الابتدائية يفرض على المرشحين أن يظهروا كيف أن استقلال وبناء المغرب الكبير رهين باستقلال الشعب الصحراوي. وفي إطار نفس المزايدة التاريخية طلب من جزائري الغد أن يوضحوا موقف الجزائر الذي كما تعرفون وحق المعرفة يكن عداء كبيرا للوحدة الترابية للمملكة المغربية. هذا الامتحان الغريب الذي يحتم أن يتم عرضه على اليونيسيف أثار ضجة واستياء كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن ما جريمة هؤلاء التلاميذ؟ ما الذي فعلوا حتى يقحموا إقحاما وبدون رغبتهم ورغبة أولياء أبائهم في مناورات سيساوية بئيسة لنظام فاسد وغير الشرعي جعل من معاداة بلد جار محور سياسة الخارجية؟ هذه الفضيحة تأتي من نظام متهالك يقوده الجنرال قيد صالح الذي أصبح مستواه الدراسي موضوع سخرية من قبل الجزائريين أنفسهم. ولا يستبعد أن تتحول المدارس الجزائرية التي يجب أن تكون فضاء للعلم والتعلم إلى فضاءات لتربية الجزائريين على كره ومعاداة بلد جار ذنبه الوحيد أن يدافع عن وحدة أراضيه ويدعو إلى الأخوة بين الشعبين الذين توحدهم الجغرافية واللغة والدين والثقافة والتاريخ والمستقبل المشترك. تعهد محمد ود الغزواني المرشح الأوفر حظا لخلافة محمد ود عبد العزيز في رئاسة موريتانيا بعدم منح الجنسية للصحراويين المقيمين بتندوف أو في مكان آخر في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى جولتها الأولى يوم 22 يونيو الجاري. تحضر البوليساريو بقوة في الحملات الانتخابية لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية التي ستجرى يوم 22 يونيو الجاري. فبعدما تعهد المترشح أحمد ولد إياهي الذي انسحب فيما بعد من السباق الانتخابي بحل قضية الصحراء المغربية حلا يرضي الجميع بالتشاور مع الأطراف المعنية، انتقد المرشح الأوفر حظا الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني منح الجنسية الموريتانية لساكنة تندوف. وقال ود الغزواني في مهرجان نظمته حملته في مدينة كهيدي عاصمة ولاية كروكل الواقعة في أقصى الجنوب الموريتاني أمام حشد من أنصاري باللهجة الحثانية يوم الأحد الماضي إنه لن يسمح بمنح الجنسية الموريتانية للصحراويين المقيمين بتندوف، وأضاف أن منح الجنسية للأشخاص الذين يدعون أنهم موريتانيون أمر غير مقبول، واستشهد بقوانين الدول الأوروبية والمغرب والجزائر. وقال مثلا في أوروبا لا تمنح الدول أوراقها لمن يقول أنا ولدت هنا أو ولد آبائي هنا، وهذا الأمر لا يوجد في المغرب كما لا يوجد في الجزائر ولا في أي دولة أخرى. وتابع أن هناك أشخاص من البوليساريو ويقولون إنهم موريتانيون، إن أعطيناهم أوراقنا سنكون قد جنينا على الشعب الموريتاني وجنثنا أشخاصا ما كان ينبغي تجنيسهم، طبعا هؤلاء إخواننا وجيراننا. ويعتبر محمد ود الغزواني قائد الجيش ووزير الدفاع السابق الذي يخوض غمار الانتخابات الرئاسية بألوان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي تأسس سنة 2009 مقربا من الرئيس الحالي محمد ود عبد العزيز، الذي سبق له أن قال في تصريح إعلامي خلال شهر أبريل الماضي إن الغرب والولايات المتحدة وأوروبا لا يريدون قيام دولة تفصل بين موريتانيا والمغرب جغرافيا، وهنا تكمن المعضلة وكل ما تسمعه خارج هذا الإطار غير صحيح. آنذاك حاولت جبهة البوليساريو التقليل من أهمية تصريح الرئيس الموريتاني، إلا أنها التزمت هذه المرة الصمت اتجاه تصريحات المرشح الأوفر حظا للوصول إلى كرسي الرئاسة. ومقابل الصمت الرسمي للجبهة الانفصالية هاجم عدد من أنصارها في مخيمات تندوف والغزواني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت صفحة شبكة القرقرات الإعلامية الصحراوية
على الفيسبوك ولد الغذواني ليمثل الموقف الرسمي الموريتاني ولا حتى موقف الشعب الموريتاني من قضية الصحراء الغربية، فهو مجرد مترشح انتخابي اختاره العسكر هناك، وتصريحاته فيها توظيف غير لائق لقضية الصحراويين في الانتخابات دون نكهة استخباراتية مغربية. فيما قال الناشط سعيد زروال، ولد الغذواني تحدث باللهجة الحسانية وكلامه واضح ولا يحتاج لتفسير، وخلاصتي أن هناك الموريتانية الأصلي وهناك المجنثة، وأضاف والله فرج على الشعب الصحراوي الذي تحول إلى ورقة انتخابية من تيباتيرو بمدريد إلى ولد الغذواني بكهيدي. فيما تساءل أحمد عبد الرحمن هل أصبحنا نعيش أزمة هوية، وأضاف متسائلا هل نحن مجرد ورقة انتخابية في دول الجوار من جبهة تحريره في تندوف إلى مرشح بلدية بئر أم جرينة بموريتانيا أو حزب الاستقلال المغربية إلى بوديموس بإسبانيا. يذكر أن العديد من صحراوي تندوف يحملون الجنسية الجزائرية أو الموريتانية، وهو ما يمكنهم من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التي تتم في البلدين، وستجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في موريتانيا في 22 يونيو والجولة الثانية في 3 يوليوز، وسيكون السباق نحو القصر الرئاسي محسوما بنسبة كبيرة بين العسكري السابق ولد الغذواني والمرشح المدني محمد ولد بوبكر الذي شغل منصب رئيس الحكومة مرتين في عهد الرئيسين معاوية ولد سيدي أحمد الطايعة والراحل علي ولد فالة الذي توفي في مارس 2017 إثر نوبة قلبية. وستشكل هذه الانتخابات أول عملية انتقال للسلطة بين رئيس منتهية ولايته وخلفه المنتخب في البلاد بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008. عاد أيوب وابا رئيس المؤتمر العمالي النيجيري، وهي نقابة عمالية في البلاد، لمهاجمة المغرب على هامش الزيارة التي يقوم بها زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي إلى نيجيريا للمشاركة في احتفالات البلاد بيوم الديمقراطية. ودعا رئيس المؤتمر العمالي النيجيري أيوب وابا في كلمة ألقاها بالنيابة عنه نائبه نجيب ياسين يوم أمس الخميس إلى عزل المغرب بسبب ما وصفه باحتلاله للصحراء الغربية، وأضاف طالما أن الصحراء ليست حرة فإن إفريقيا ليست حرة، ويجب إشراك جميع الدول الإفريقية في هذا الكفاح، وتابع يجب على الجميع تبني مطالبنا بضرورة عزل المغرب في الفضاء العالمي من قبل جميع البلدان ليس فقط في إفريقيا ولكن في العالم بأسره حتى تحصل الصحراء الغربية على استقلالها. فيما قال أويوي لاكينفا عضو الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية إن الحركة قامت بحملة من أجل منع المغرب من الانضمام إلى منظمة الاتحاد الإفريقي لكنها فشلت في ذلك، وتابع ومع ذلك فعندما حاول المغرب الانضمام إلى السيداوة نجحنا في منعهم لن ينضموا أبدا إلى السيداوة. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها المؤتمر العالمي النيجيري المغرب منذ تحسن العلاقات بين البلدين إثر وصول الرئيس محمد بوخاري للسلطة في شهر مارس منذ سنة 2015 خلفا لغودلاك جوناثان، فقد سبق له في العديد من المناسبات أن دعا الحكومة الفيدرالية النيجيرية وبرلمان بلاده للتصويت ضد قبول المملكة عضوا في الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. وكان غالي قد استقبل من طرف الرئيس النيجيري محمد بوخاري يوم أمس الخميس بمقر رئاسة جمهورية نيجيريا، وهاجم غالي خلال اللقاء بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البوليساريو فرنسا واتهمها بعرقلة مسار التسوية الأممية، وأشاد بموقف الاتحاد الإفريقي ودعا أعضاءه إلى بذل مزيد من الجهود من أجل ما قال إنه تخليص إفريقيا من آخر مظاهر الاستعمار، متناسيا أن قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في شهر يوليوز من سنة 2018 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أقرت بأن قضية الصحراء اختصاص حصري للأمم المتحدة.